ركز في مين اللي جاي. البارد بقى؟ مين القصه بتفرقش معاه؟ هو لا انا بارد بصراحه. انت بارد ما بيفرقش معايا حاجه والله. لو كان فرق معايا كابتن كنت بطلت كوره. يا من سلام كلام الناس، من سوشيال ميديا، من ناس مثلا شايفاني ان انا عليك. مثلا يا عم انا ما بعرفش العب، ما تشجعش النادي طول ما انا موجود فيه الفتره اللي انا قاعد فيها. لو انت شايفني ان انا ما بعرفش العب ما اعمل له ايه يعني؟ لما يتكلم يقول لي انت ما بعرفش تلعب. ما بتخشش في اشتباكات لا خالص لا خالص، سوشيال ميديا ولا ولا بقعد لقاءات. اضحك وبقراه وبقعد اضحك. والله العظيم مراتي تقول لي ما انت مش بتسخنش طبيعي. انه في حد ولا مثلا؟ الهوى والله ولا العظيم. الهوى. اصل اللي بيتكلم ده هيعمل لي ايه؟ مش هيوديني النادي تاني يوم؟ هيمنعني من التمرين؟ برافو عليك. مش هيخليني العب؟ اتكلم يا عم انا ما بعرفش العب، انا خلاص. وحش. في ناس كانت تكتب انك لعيب وحش ايوه وناس. طبعا كتير لا كتير. والله ولازم كل جت فترة سنه كده. كل سنه لو عملت سيرش مثلا على رامي ربيعه، كل سنه رامي ربيعه بره النادي الاهلي، رامي ربيعه بره النادي الاهلي. يا نهار ابيض. الموسم الجاي هيتخلوا عن النادي الاهلي، هيتخلى عن رامي ربيعه. طب يا عم اهلا وسهلا، شكرا يا عم، ماشي. الموسم اللي بعديه بتقرا نفس الحاجات دي وتضحك. هعمل لهم ايه؟ عقدي ساري في النادي، بشتغل فضلك قد ملتزم. ايه في عقدك مع النادي؟ المفروض الفتره دي يعني انا فاضل لي سنه، 25، ففاضل لي سنه لسه يعني. اخرك 25. ان شاء الله. حصل معاك كلام على تمديد او حاجه؟ لا لا لسه انت لسه لسه نهايه 25. لسه نهايه 25. ده قريب خلاص نهايه بس 25. لا لسه لسه اتكلمنا برضو في تفاصيل كده نهايه شويه 25 خفيفه يعني انت في يناير في ده؟ يناير ده، بس لسه فاضل لي سنه. لا يعني يناير اللي جاي. اللي جاي اللي جاي مش ده. ان شاء الله. يعني لسه فاضل لك سنه فاضل لي بعد سنه. دي، بعد ان اللي شاء احنا الله. فيها دي. ان شاء الله. بس انت الامور ستيبل بالنسبه لك في النادي؟ لا ما عنديش مشكله خالص مع النادي، حتى ما عنديش يعني ايجنت. لو انا بجدد مع ما النادي عندكش ايجنت. مع اخوك اظن السنين، اللي بيتحرك اخويا معاك. هو القريب مني، بنتناقش في كل حاجه، لان انا ما بحبش ان يبقى في وسيط بيني وبين النادي. لو بس هجدد في هو مش النادي عيب على فكره مش يعني، عيب، بس موضوع انا ان وجهه يبقى معاك نظري ايه؟ وكيل اعمال بقى ده احتراف يعني، وجهه نظري ايه؟ والنادي ما وكيل يزعلوش اعمال. في ده يعني. نعم لا كلام حضرتك صح، بس نعم انا وجهه نظري ان انا يبقى معايا وكيل يجيب لي حاجه بره النادي، بره مصر. انما لو هتكلم مع النادي الاهلي واقعد مع مسؤول مع النادي الاهلي، طب وانا مش ليه اجيب محتاج وسيط ما وكيل. بيننا؟ طب ما انا في الناشئين في من ناس زمان والناس. بتقعد تتكسف في الفلوس شويه، لا ما فيهاش بتتكسف في كسوف، انت بتتكلم في رزقك وبتتكلم في رزق ولادك ورزق اهلك، دي ما فبتبقى تتكسفش خالص، ده شغل طبيعي فيها يعني. طبيعي جدا. والموضوع عرض وطلب، وانت بتعرض وهم بيعرضوا، والموضوع بتعيش احلى ايامك دلوقتي يا رامي يعني بعد اللي انت طبعا. كنت بتقوله ده وبتسمعه ده؟ رامي بره، ماري مش رامي ايه دلوقتي؟ انا شخصيا انا بداتها مع، ممكن يكون في زملاتي انا متاسف جدا، بس انا كل الناس بقول رامي افضل لعيب في مصر، رامي احسن لعيب في بس مصر. في حد سبقك يا كابتن قال؟ لا ما اعرفش مين. مصطفى ابن حضرتك. مصطفى شوبير مصطفى والله. قال لي من اول الموسم. بس الكلام بينك وبين، والله ما على طول. بيحكي لي اي حاجه، انا عارف والله بني يا ادم كابتن، انا متعب. عارف. انا هو عشان بيقعد جنبي في الاوضه دايما في اوضه اللبس في الماتشات، في ماتش قبل ماتش جورمايا هو اللي قال لي، جه لوحده كده قبل ماتش جورمايا قال لي اسم والدتك ايه؟ قلت له كذا، فقال لي هجيب جول النهارده وهدعي لك باسم والدتك. ده مصطفى نزلت شوبير جبت جون اول، عشان كده رحت له في الماتش بتاع جورمايا والله. اللي هنا كان في استاد القاهره، فرحت فعلا. له عشان كده. فهو ما شاء الله. قبل الماتش قبل الموسم، فعشان كده بقول له حد تنبأ قبل حضرتك قال لي بصراحه رامي انت من ايام ما احنا كنا نلعب الدوري السنه اللي فاتت اللي كنا مضغوطين فيه ده، ايوه اللي هو اللي جه في الاخر ده، طبعا. فهو جه قال لي ما شاء الله رامي انت مستواك ثابت، كمل على كده. وانا من وجهه نظري انا انت بالنسبه لي احسن لعيب في مصر دلوقتي. قلت له يا عم، انا قلت له يعني حتى لو هو موجود يقول لك، قلت له يا عم مش الدرجه دي، هو في احسن ده احسن لعيب في مصر يبقى مدافع؟ يا عم صل نعم. على النبي سيبها يا عم. فانا مش من نوع اللعيبه اللي شكرت فيا هبقى شايف نفسي اتكلمت عليا وحش عجبتني. هبقى هيوقعني، ولا بيفرق لي ده. بس انت انا عارف انت، بحب بس انت ابقى عارف انت رايح فين، بالظبط كده، ده اللي بتكلم ده فيه. انا مهم عارف انا جدا. عايز ايه، وعارف انا امكانياتي ايه، او عارف ان انا ايه غلطت فيه ولازم اصلحه. حلو. فانا بحب كده.